جاهزين يا الشباب؟ الصورة طالعة عندكم عم تتخلى؟ ايه دكتور، واضحة أهداف المعالجة. تمام، طالع الصوت والصورة. ايه نعم. طيب شي دقيقتين ثانيات نبلش إن شاء الله. دكتور بس ممكن سؤال صغير؟ تفضل. دكتور رح يكون في بالمادة قسم لأمراض البريطان أو رح نكتفي باللي أخذناهم بالإضافة للتعديل؟ هلق في التهاب البريطان العفوي والحبن، هدول بناخذهم مع الكبد. التهاب البريطان الثانوي هذا بتاخذوه بالجراحة العامة. دكتور شفت التصنيفات وكمان حمى البحر الأبيض المتوسط العلاقة يمكن بأمراض البريطان؟ ممكن ناخذ محاضر عنه، بصراحة أنا هذا قسم ما أعطيته العام الماضي. ناخذه من قسم الدكتور خالد سويد، عم يعطيه من 4 سنين بإدلي. ناخذه وبشوف إذا في تحديثات على الموضوع. تمام إن شاء الله، يسلم إيديك دكتور، الله يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب. الحمى فيه أخطاء شائعة بتشخيصها وبتدبيرها. جرعة الكولشيسين 4 حبات العلاج وحبتين الوقاية. كل المرضى بيجونا حبة واحدة. والكولشيسين مدى الحياة. وتحليل الطفرة هاد بكلف شي $100 مو ضروري للتشخيص. هاي كلها أخطاء عم نشوفها يوميا بخصوص حمى البحر المتوسط. بتستاهل محاضرة. طيب نبدأ. ايه حكيم، يلا بس نبدأ تسجيل. تمام جاهزين؟ ايه حكيم توكل. بسم الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله. منتابع الكلام عن أمراض المعدة. نحن حكينا عن جدار المعدة وأنواع الغدد فيه، عن منبهات ومثبطات إفراز الحمض، تعريف القرحة وأسبابها وخاصة الهيلكوباكتر ومضادات الالتهاب غير ستيرويدية. وصلنا لأعراض القرحة الهضمية. القرحة الهضمية ممكن تجينا بمجموعة من الأعراض، قد تكون حادة أو تحت حادة، بيجي المريض على عيادة، وقد تكون أعراض
أو اختلاطات إسعافية يجاء بالمريض إلى الإسعاف، ممكن تجي بشكل حاد ومهدد للحياة. مريض العيادة بيجينا بصراحة أعراض بتكون غير نوعية للقرحة، ممكن يشكي من ألم، ألم بطني أو عدم ارتياح، خاصة في منطقة الشرسوف والمراق الأيمن. ممكن يشعر المريض بتخمة، بشبع مبكر، حس ثقل، اقياءات خاصة إذا كانت القرحة مضيقة للبواب. وهاي الأعراض يعني أعراض غير نوعية، ممكن التهاب المعدة يعمل التهاب أسفل المري، حصيات المرارة، في كلام عن علاقة القرحة مع الطعام، كلام نظري بتشوفوه ممكن بمقررات تاني، أن ألم قرحة المعدة يتحرض بالأكل وألم قرحة العفاج يتحرض بالجوع. هالكلام فيه شيء من الصحة وإن كان ما كتير دقيق، يعني نحن ما بنعتمد على علاقة الألم بالطعام لنحسم بشكل أكيد أن هاي قرحة معدة ولا قرحة عفاج. الطعام لما بينزل على المعدة عم يحرض إفراز الحمض، فإذا كانت القرحة بالمعدة عم تتخرج مباشرة، لذلك يميل مريض قرحة المعدة إلى تجنب الطعام، وبالتالي بيكون مريض مدنف وهزيل. أما القرحة العفاجية الطعام يعني إفراغ المعدة بعد عدة ساعات من الطعام اللي هي مجازا في فترة الجوع، بيدخل الطعام مع الحمض الممتزج فيه وبيخرج قرحة العفاج. لذلك بيقول لك يميل مريض قرحة العفاج إلى الأكل بشكل متكرر، يعني ألم قرحة المعدة يأتي مع الجوع وألم قرحة العفاج يأتي بعد ساعات من الطعام أو في فترات الشبع. هالكلام نظري وقديم وبصراحة ما هو كتير دقيق. أحياناً بيجي المريض بحالة إسعافية، في عنا أربع اختلاطات شهيرة ومهمة لأداء القرح الهضمي. ممكن يكون التظاهر الأول للقرحة هو اختلاط حاد. النزف الهضمي، تعد القرحة هي أشيع أسباب النزف الهضمي العلوي. ممكن يجينا مريض النزف الهضمي العلوي بإقياء مدمى، إقياء طحل القهوة، أو حتى تغوط زفتي، ممكن حتى يكون تغوط دم أحمر صريح إذا كان النزف غزير وصاعق ما بيلحق ينهضم الدم بالأمعاء. الانثقاب والاختراق هي قرحة امتدت على كل طبقات المعدة. إذا انفتحت القرحة على جوف البريتوان وعملت التهاب بريتوان، هذا اسمه perforation، انثقاب. أما إذا القرحة انفتحت على عضو صلب وخاصة على البنكرياس، هذا اسمه penetration. إذا الفرق بين الانثقاب والاختراق، كلاهما قرحة على كافة طبقات المعدة. الانثقاب تنفتح على جدار على جوف البريتوان، والاختراق بتنفتح على البنكرياس. انسدار مخرج المعدة، هاي القرحات اللي بتكون حول البواب تعمل تضيق أو انسداد كامل في البواب وبيتظاهر بإقياءات شديدة. هاي الاختلاطات كيف من عالجها؟ الانثقاب والاختراق حكما علاج جراحي، فتح بطن وخياطة. أما النزف ممكن يتعالج دوائيا بالبي بي آي، وريدة بيكون كافي لإرقاء النزف. نحن لما منعطل حموضة المعدة منعطل عمل البيبسين، وبالتالي بتتشكل الخثرة بدون ما يهضم البيبسين. ممكن أحيانا ندخل بالمنظار الهضمي نشوف قرحة نازفة، فيتم إرقاء القرحة بأحد وسائل الإرقاء عبر التنظير الهضمي، بمنطبق كليب أو خرزة على الوعاء النازف أو مخثر حراري أو كهرباء. إذا فشلت هالوسائل المينيمالي إنفيسيف بنسميها، يعني إذا فشل إرقاء القرحة دوائيا أو تنظيريا، يتم الفتح الجراحي وممكن قص الجزء من جدار المعدة في القرحة النازفة أو خياطته وربط الوعاء النازف. هاي إذا كان المريض عم ينزف بشكل غزير وانصدم واحتاج نقل كميات كبيرة من الدم. انسداد مخرج المعدة ممكن نحاول نعالجه بالتوسيع بالبالون عبر التنظير الهضمي. إذا فشل البالون أيضا بيتم إصلاحه جراحيا.
قلنا أن أعراض القرحة خاصة الحالات الباردة أعراض غير نوعية، ألم شرسوفة وتخمة وعدم ارتياح. في عنا قائمة من الأمراض اللي بتسببها قرحة المعدة، قرحة العفج، التهاب المعدة، التهاب أسفل للمري، الفتق الحجابي إلى آخره. فما في شيء يميز بين هالأمراض إلا التنظير الهضمي العلوي. تنظير الهضمي العلوي هو الاستقصاء الأفضل لتشخيص القرحة، لأخذ خزعات والتأكد أن القرحة سليمة، لأخذ خزعات من أجل تشخيص الهيكوباكتر، وأيضا للتأكد من شفاء القرحة، وأيضا إجراء بعض التداخلات العلاجية مثل إرقاء النزف وتوسيع مخرج المعدة. لكن مو كل مريض عم يشكي من ألم بطني أنا بعمل له تنظير هضمي مباشرة. في عنا هالقائمة من التعدادات عم تتكرر معنا بكل مرض عم ناخده بالمري والمعدة. المريض يلي عنده أي شكاية متعلقة بالمي أو المعدة، إذا ترافق مع واحد من هالأمور هاي اللي بنسميها alarm symptoms، هذا بيحتاج إلى تنظير هضمي علوي مستعجل. يعني المريض يكون مع بالإضافة للألم البطني مثلا، يكون مسن، يكون في قصة عائلية للسرطان، يكون في مظاهر نزف هضمي، أقياءات شديدة، ألم بطني شديد، إذا جسينا ضخامة كبدية أو طحالية أو عقد لمفاوية، إذا في عنده نقص وزن يعني مهم، هاي بتدفع لي التعجيل بإجراء التنظير الهضمي العلوي. مراحل علاج القرحة الهضمية، إذا المريض عم يأخذ مسكنات ألم إنسيتس أو أسبرين، يفضل إيقافها والتحول إلى بديل آخر. مثلا المريض عم يأخذ بروفين لألم مفصلية، ممكن نتحول إلى الباراسيتامول، الكوديئين، العلاج الفيزيائي. إذا مريض عم يأخذ أسبرين وعنده مشكلة قلبية ملحة، بتابع بالأسبرين مع PPI مدى الحياة. ليش بدنا نحن نعمل تثبيط لحموضة المعدة؟ جدار المعدة عنده قدرة كبيرة على التجدد، فنحن مجرد ما نعطل دور الحمض جدار المعدة تلقائيا سيقوم بترميم القرحة. أما إذا حموضة المعدة شغالة عم تقوم بتفعيل البيبسين، والبيبسين سيهضم النسيج الندبي ويعيق التئام القرحة. فمجرد نحن ما نعطل الحمض منع تفعيل البيبسين ستلتئم القرحة بسرعة، يعني تقريبا 1-2 مليمتر في الأسبوع. يعني القرحة اللي حجمها 1 سنتي عم نعطي دواء PPI لمدة شهر إلى شهرين. علاج الهيلكوباكتر، نحن إذا مريض عنده هيلكوباكتر وما عالجناها اكتفينا بالPPI ستشفى القرحة في الحقيقة، لكن ستنكس بشكل شبه مؤكد خلال سنة. فالهدف من القضاء على الهيلكوباكتر هو منع النكس، يعني الصادات اللي بنعطيها للهيلكوباكتر لا تساهم بشكل مباشر في علاج القرحة. PPI هو اللي عم بيعالجه، والصادات عم تمنع النكس. فإذا مريض عنده قرحة كبيرة أول أسبوعين عم بياخد علاج رباعي، بعد أسبوعين خلصت مهمة الصادات وبتابع عدة أسابيع بالPPI وحده، عدة أسابيع حسب حجم القرحة. بالإضافة للPPI والصادات في عنا شيء سمينا المتابعة اللاحقة. إذا عالجنا الهيلكوباكتر منا نتأكد أن العلاج كان ناجح، بعد ما نخلص صادات بأسبوعين ممكن نعمل اختبار لتقصي الهيلكوباكتر، والأنسب هو تحليل المستضد في البراز. بالنسبة لإعادة التنظير اللي بنسميها السيكند لوك، إعادة التنظير من أجل التأكد من شفاء القرحة إلزامية في قرحات المعدة، بينما اختيارية في قرحات العفج. قرحات المعدة زملاء احتمال 10% تكون سرطانية. ففي شغلتين إلزاميات بقرحة المعدة: عند التشخيص أول مرة لازم نأخذ خزعات من حوافة، خزعات مشان نتأكد إن ما أنا خبيثة، مو مشان الهيلكوباكتر. أنا ممكن شخص الهيلكوباكتر بتحليل براز بسيط أرخص من الخزعة ونفس الدقة التشخيصية. إذا خزعات من حواف قرحة المعدة بهدف التأكد من سلامته، وإعادة التنظير بهدف التأكد من شفائه.
لأن كل قرحة معدية لا تتحسن بعد شهر أو شهرين هاي استطباب للجراحة مباشرة خشية الخباثة. أما قرحات العفاج فاحتمال التسرطن فيها نادر جدا جدا جدا، فلا في داعي أني أخذ خزعات من حوافة ولا أني ملزم عيد التنظير لاحقا. إذا كانت قرحة كبيرة أو خايفين تسد البواب أو فيها وعاء يعني هش ممكن يرجع ينزف، أنا بعيد التنظير لقرحات العفاج إذا في حالات انتقائية. والجراحة تراجع دورها في الحقيقة بشكل كبير في علاج قرحات الهضمية بعد توفر أدوية البي بي آي الأمبرازول مشتقاته، توفرت من أواخر الثمانينات، صار عمرها أكثر من 3 عقود، فعملت ثورة في الطب في الحقيقة. كان حتى ذلك الحين علاج القرحة أو كانت تعتبر القرحة مرض مزمن، مثل الضغط مثل السكر، مرض مزمن ملازم للمريض مدى الحياة. بعد توفر أدوية البي بي آي معظم القرحات تشفى بالعلاج الدوائي، ما تزال نسبة قليلة من القرحات تحتاج إلى علاج جراحي، مثلا قرحات نزف غزير صاعق المريض انصدم احتاج مثلا 6-7 وحدات دم، وفشل العلاج الدوائي والتنظيري هون بيدخل الجراح مباشرة. إذا كان في عنا قرحة سادة لمخرج المعدة وفشل العلاج بالتوسيع بالبالون أيضا نستعين بطبيب الجراحة. إذا كان عنا قرحات كبيرة وخاصة قرحات المعدة وغير مستجيبة للعلاج الدوائي لا تتحسن بالسرعة المطلوبة أيضا ممكن نعالجها جراحيا. حالات الانثقاب القرحي بيجينا المريض بعلامات التهاب بريتوان، هذا أصلا يقبل في قسم الجراحة، بيجي بحرارة وارتفاع كريات بيض وعلامات التهاب البريتوان اللي هي مضض معمم مضض راجع وبطن خشبية، بيفتح الجراح وبلاقي الانثقاب غالبا بالعفج. أكثر القرحات تنثقب قرحات العفج لأن العفج جداره أرق من جدار المعدة، فعلاجه دائما جراحي يتم خياطة الجزء المنثقب. هاي عنا بعض الأمثلة بالصور، هاي قرحة عرطلة على الوجه العلوي أو للبواب، هاي البواب أعلى البواب على الانحناء الصغير، القرحة عرطلة مسميها إذا كانت أكثر من 2 سنتيمتر. هاي قرحة نظيفة القعر، قعرة أبيض هاي احتمال تنزف أقل من 1%، لكن قرحة كبيرة محاطة بوذمة شديدة فهاي ممكن تتندب وتشوه محور البواب وممكن تعمل تضيق في البواب. هاي عندنا قرحة صغيرة ولكن على الحافة العلوية للبواب حوالي 1 سنتيمتر هاي القرحة، أيضا هاي ممكن تعمل تضيق في مخرج المعدة، أيضا قرحة بنسميها نظيفة القعر، قعر أبيض ما في بقع هيماتين ما في بقع دموية. عنا هاي القطعة الأولى من العفج بنسميها البصلة، وعنا في قاعدتها قرحة كبيرة عرطلي حوالي 2 إلى 3 سنتيمتر أيضا نظيفة القعر، هذا الأصفر هي فيها صفراء، قعر الصفراء تفرز للعفج. وهاي قرحة كبيرة وفي موقع حساس منخاف من الانثقاب، مثل هيك قرحة كرأي شخصي أنا بعيد التنظير للتأكد من شفائها. قلنا إعادة التنظير ما أنا إلزامية بقرحات العفج، لكن هيك قرحة مقلقة فيفضل نعيد التنظير وتأكد من الشفاء. عنا هاي البواب متوذم بشدة مفتوح بشكل عفوي، وعنا قرحة كبيرة على الوجه العلوي للبصلة للقطعة الأولى من العفج، وهاي البقعة الزرقاء هون بنسميها flat pigment spot أو هاي علامة بقعة مسطحة مصطبغة علامة نزف حديث. أيضا هون عندنا خطر تضيق مخرج المعدة وخطر نكس النزف من هالقرحة، فهيك مريض بيضل بالمشفى ويعاد التنظير للتأكد أنه ماشي بطريق التحسن. ضل عندنا بعض المواضيع الصغيرة بالمعدة، موضوع قرحة الشدة على كمصطلح في عنا gastropathy وgastritis. إلى اليسار الصورة C gastritis يعني في عنا التهاب معدي، في عنا ارتشاح
للخلايا الالتهابية في جدار المعدة. جاستروباثي في عنا تخرب في المخاطية، في عنا خلل في نظام الغدد، ولكن ما في عنا رشاحة التهابية، فهذا اسمه اعتلال. سريريا ما في أي فرق بيناتهم. الستريس أو الشدة ليش بتأهب للقرحات؟ منتذكر قلنا أن سلامة جدار المعدة تعتمد على التروية الدموية الجيدة للمخاطية. الدم بيجعل المخاطية بيحمل المواد اللازمة للنمو ولتجديد الخلايا ولإفراز المخاط، ويقوم بتصريف فضلات الاستقلاب. فإذا كان في عنا أي حالة مرضية شديدة، هاي أمثلة، يعني أمثلة هي لا تعد ولا تحصى، أي حالة مرضية شديدة، قصور قلب شديد، نقص أكسجين والمريض على المنفسة، مرضى الحروق، مرضى الإنتانات الشديدة، تجرثم الدم، الصدمة، دائما في الحالات الستريس الجسم يعطي الأولوية بالتروية الدموية للأعضاء النبيلة، للكبد، للكليتين، للقلب، للدماغ أكيد. أقل يعني أكثر الأعضاء يلي تنظلم في حالات ستريس هي الجلد والسبيل الهضمي، فبصير نقص تروية نسبي للمعدة، تتطور قرحات بآلية ضعف الدفاع. هاي مظهر لاعتلال معدة في سياق ستريس عند مريض عناية مشددة. شايفين كيف جدار المعدة مشقق من سميمة الحجار الرصيف أو مثل الفسيفساء، وهالبقاع الحمراء اللي هي نزوف تحت المخاطية. بقرحة الشدة يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. الأفضل كل مريض بحالة مرضية شديدة ينحط على رانتيدين أو أمبرازول وريدي على سبيل الوقاية، وهذا اللي بداوم فيكم بالمشافي بلاحظ أني يعني جزء تقريبا من روتين معظم مرضى المشفى. هاي سحجات في الغار أيضا عند مريض عناية مشددة. طيب موضوع عسر الهضم، نحن ما نركز على عسر الهضم الوظيفي. هلق عسر الهضم معظم الشكايات الهضمية يعني ممكن نشملها بمصطلح عسر الهضم. المريض العبيشكي من ألم شرسوفي، من تخمة، من حس امتلاء، من لذع، شبع مبكر، تجشؤ. هاي المصطلحات كلها ممكن نحن نجملها في مصطلح اسمه عسر هضم. عسر الهضم قد يكون عضوي أو وظيفي. مفسرة للشكاية: قرحة هضمية، التهاب معدي، التهاب بنكرياس، التهاب مري جزري، مشاكل الكبد والمرارة، الأورام. يعني معظم الأمراض الهضمية ممكن تسبب عسر هضم. لكن إذا درس المريض وما توصلنا لتشخيص، بيكون السبب اسمه عسر هضم وظيفي أو عسر هضم لا قرحي. نحن مريض اللي بيجينا بأحد هالشكايات بعد القصة السريرية والفحص السريري، بنعمل له تحاليل أساسية، بنعمل له إيكو بطن إذا كان عنده الألارم سيمتوم هاي اللي عم نكررها أكثر من مرة، أيضا بنعمل له تنظير هضمي علوي، وممكن حتى يعمل طبقي محوري للبطن. إذا كانت الفحوص سليمة وما يزال المريض متألم، منقول إن هذا المريض عنده عسر هضم وظيفي. إذا functional dyspepsia أو عسر الهضم الوظيفي، لازم المريض على الأقل يكون عمل تعداد دم كامل وظائف كبد، عمل إيكو بطن وتنظير هضمي علوي، وكانت هالفحوص سليمة، منقول هذا عنده عسر هضم وظيفي أو بالعامية عصب معدي. على سبيل التصنيف النظري ما هو العملي، ممكن نقول عسر الهضم هل هي ألم شرسوفي ولا الستريس التالي للطعام. بالستريس المقصود امتلاء وتخمة وشبع مبكر، بتكون مسيطرة أكثر من الألم. لكن عمليا أغلب المرضى بيجونا عندهم كل هالأعراض سوا، عم يشكل المريض من ألم شرسوفي، من تخمة، من شبع مبكر. ليش بيصير عند المريض عسر هضم وظيفي؟ في عنا مجموعة من النظريات المقترحة لتفسير الآلية المرضية لعسر الهضم الوظيفي.
ممكن تأخر إفراغ المعدة، ممكن سوء مطاوعة المعدة. المفروض المعدة لما الإنسان بيأكل ترتخى من أجل استقبال الطعام، فإذا المعدة ما ارتخيت بشكل كافي، المريض بده يشعر بالثقل والانزعاج. ممكن الانتام هيلكوباكتر بيلوري أيضا يكون أحد الأسباب المتهمة، وممكن يكون عند المريض فرط حساسية حشوية مثل الكولون العصبي أو الاي بي اس. أشي خيارات العلاج؟ نحن أول شيء إذا كان عند المريض هيلكوباكتر يفضل نعالجه. في الحقيقة إذا المريض عنده هيلكوباكتر بدون قرحة فعلاج هيلكوباكتر ما كتير يعني رح يحسن الأعراض، نسبة لا تتجاوز 10% من المرضى بيستفيدوا على علاج هيلكوباكتر. ممكن نوصف للمريض أوميبرازول أو مضادات التشنج مثل الميبيفيرين. البروكينيتكس المقصود هي الأدوية المنشطة لحركة المعدة، يعني جزء من المرضى بيكون سبب عسر الهضم عندهم هو كسل وبطء في حركات المعدة، فبيستفيدوا من منشطات الحركية مثل الميتوكلوبراميد والكلارترومايسين رح ناخدهم بعد شوي. وممكن نكتب للمريض مضاد الاكتئاب، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة هي أدوية آمنة ما بتعمل إدمان، لا تصنف إطلاقا من أدوية الإدمان، وكثير بنكتبها بالهضمية لعسر الهضم الوظيفي لعسر البلع الوظيفي. حتى في مرضى بيجونا بشكاية عسر بلع وكل فحوصاتهم بتكون سليمة. للكولون العصبي بيكتبوها أطباء الغدد لاعتلال الأعصاب السكري، تنكتب للشقيقة. إذا أدوية واسعة الاستخدام في الطب الباطني وليست فقط يعني من مهمة الطبيب النفسي. مضادات الاكتئاب مبدأ عملها باختصار أنها بتخفف السيالة العصبية الناقلة لحس الألم، فبتشوفها بتنكتب حتى بالشقيقة، بتنكتب بالديسك. لها كثير استخدامات في أمراض جسدية. بالنسبة للأنزيمات الهاضمية بتنكتب كبلاسيبو بالنسبة لمريض عسر الهضم. الأنزيمات الهاضمية يعني استخدامها العلمي الوحيد هو التهاب البنكرياس المزمن. لما في عنا قصور بالإفراز الخارجي للبنكرياس بنكتب أنزيمات هاضمة، أما لمريض عسر الهضم نكتبها كبلاسيبو. كمستحضرات محلية ميزين فورت وسباسما كولوناز. والأهم هو طمأنة المريض. إحنا عمليا بنقول هاي حللنا الأمور سليمة، فحص البطن كويس ما في كتل، الإيكو كويس ما في انثقاب ما في ورم. طمأنة المريض وأخذ ثقته هو الجزء الأكبر من العلاج. يعني عمليا بنكتب للمريض بصراحة أمبرازول مع ميبيفيرين مع ميتوكلوبراميد، معظم المرضى بيستفيدوا عليها. إذا المريض ما استفاد ممكن نكتب له أميتريبتيلين، هاي أكثر الأدوية اللي بنكتبها بالممارسة العملية. في دواء كمان سيميتيكون بنكتبه لمرضى اللي بيشكوا من النفخة، بس نتأكد أن النفخة هي فعلا غازات. احيانا المريض بيقول عبشك من النفخه هي تكون تخمه وحس امتلاء وما هي ما هي غازات حقيقيه. الفانكشنال ديسبيبسيا مع الاي بي اس اللي رح ناخده بمحاضره قادمه، الكولون العصبي بشكله اكثر من 90% من مرضى العياده الهضميه. فعلى بساطه هالامراض يعني لازم يكون عندنا شويه مرونه وحكمه بالتعامل مع المريض مشان نكسب ثقته. خزل المعدة أو كسل المعدة أو بطء إفراغ المعدة، هذا ممكن يصنف كجزء من الفانكشنال ديسبيبسيا، وممكن يعني والغالب أن يصنف كمرض مستقل. المفروض إفراغ المعدة من الأطعمة الصلبة يعني 4 إلى 8 ساعات حسب نوع الطعام حسب حجم الوجبة. أحيانا يعني من وصي مريض يصوم 12 ساعة قبل التنظير الهضمي. بيجينا المريض بدون عشاء في اليوم السابق صايم 16 ساعة وملاقي كمية كبيرة من البقايا الطعامية في المعدة. غالبا بيكون المريض عنده داء سكري. السكري بيعمل اعتلال أعصاب محيطية وكذلك اعتلال أعصاب ذاتية، فبيسبب بطء في إفراغ المعدة. في عنا أمراض تانية بتأثر على إفراغ المعدة مثل الأمراض العصبية
الجلطة الدماغية وأداء باركنسون، تصلب اللويحي، قصور الدرق، بعض الأدوية مثل مضادات التشنج مثل المسكنات الأفيونية ترامادول في بعض الأشخاص بيستخدموها، بعد العمل الجراحي كتأثير جانبي للمخدر أو اضطرابات الشوارد وخاصة نقص البوتاسيوم عن مريض أوكياءات شديدة. بعد أي جراحة على البطن إذا صار في بضع لفروع العصب المبهم ممكن يصير أيضا في عنا بطء في إفراغ المعدة وأيضا بطء في حركة الأمعاء، يدخل المريض بإمساك وظيفة. جدار المعدة على الانحناء الكبير في منطقة اسمها بيس ميكر أو ناظم الخطى، وهي بتقوم بتنظيم تقلصات المعدة. تقلصات المعدة منتظمة وتزداد شدتها وتواترها كل ما تقدمنا من الغار. فبمراكز الأبحاث في شيء اسمه تخطيط عضلات المعدة، وفي شيء اسمه متقدم أكثر اللي هو قياس زمن إفراغ المعدة. تصوير ومضاني بينعطى المريض وجبة فيها مادة متألقة ويتم تصويره من الخارج وحساب زمن إفراغ المعدة. وهي تخطيط عضلات المعدة والتصوير ومضان المعدة يعني اختبارات عالية التقنية جدا، تجرى فقط في مراكز تخصصية جدا بهدف البحث. نحن عمليا أعراض سريرية، أعراض التخمة والامتلاء، ممكن إقياءات عند مريض عنده سكري أو عنده مرض عصبي، يعني على الأعراض السريرية والمؤهبات يتم وضع التشخيص. وخاصة إذا عملنا له تنظير هضمي وشفنا بقايا طعامية رغم الصيام لساعات طويلة. في عنا نوعين من الخيارات العلاجية لخزل المعدة: الصادات الحيوية من فئة الماكروليدات مثل الكلاريثرومايسين أو الأزيترومايسين، هاي مقلدة لهرمون الموتيلين، هرمون نشط لحركة المعدة. فبالوضع الطبيعي هاي الأدوية بتعمل ألم في المعدة وبتعمل إسهال. 40% مستخدمي الأزيترومايسين بيصير معهم إسهال. لكن إذا المريض عنده كسل في المعدة فالتأثير الجانبي نحن بنستفيد منه. منشطات الحركية البروكينيتكس اللي هي مضادات أقياء مثل الميتوكلوبراميد والدومبريدون، هاي مضادة لمستقبلات الدوبامين، والدوبامين هو مثبط لحركات المعدة. فإذا أنا عاكست الدوبامين أنا لغيت عمل المثبط ونشطت إفراغ المعدة. عمليا أكثر شيء بنكتب الدومبريدون لأنه عمله محيطي، أما الميتوكلوبراميد بيأثر أيضا على الدوبامين الدماغي وبيعمل لنا باركنسونية دوائية تاخدوها بالعصبية. داء باركنسون سببه تنكس العصبونات المفرزة للدوبامين في الدماغ. فإذا أنا أخذت دواء مضاد للدوبامين عملت شيء اسمه باركنسونية دوائية. إذا الماكروليداش استخدم الكلاريترومايسين تقريبا نصف جرعته كصاد حيوي، لكن يعني غير مفضل استخدامه عمليا، ما منا نعمل مقاومة للصادات. فغالبا عمليا نلجأ لكتابة دواء الموتين اللي هو دومبريدون، مضاد دوبامين محيطي ما له تأثيرات جانبية عصبية. أخيرا ما نحكي على أورام المعدة. في الحقيقة أورام المعدة بمختلف أنواع الأدينوكارسينوما أو الليمفوما بتجي مثل القرحة مثل الديسبيبسيا، يعني أعراض غير نوعية، أعراض ألم بطني، إقياءات، ثقل، عدم ارتياح في الشرسوف، هاي الأعراض غير نوعية. لكن إذا ترافقت مع علامات الورم مثل مثلا نقص وزن سريع، مظاهر نزف هضمي، إقياءات شديدة بالجس، كان في عنا كتلة، هالشيء يعني بيدفعنا للتعجيل بإجراء التنظير الهضمي اللي هو الاستقصاء الذهبي للتشخيص. ممكن نشوف الأورام على هيئة كتلة متبرعمة في المعدة، ممكن نشوفها على هيئة بوليب، ممكن نشوفها على هيئة قرحة. شايفين هاي القرحة يعني مبينة نظيفة وحوافها يعني غير متعرجة، ما هيك طلعت خبيثة. تيشو إز زائشو، يعني العبرة بالفحص النسيجي.
الخزعه هي اللي بتحدد اذا سليمه ولا خبيثه، واذا خبيثه نوع الورم ودرجه التمايز النسيجي. اذا هاي التمثيل للشكل العياني لاورام المعده، ممكن تكون على هيئه بواليب، البواليب هو كتله هيك مثل الفطر، او لا على هيئه كتله كبيره متبرعمه وهو الاشيع، وممكن على هيئه قرحه، وممكن يكون الورم مرتشح في كامل جدار المعده. لما بندخل بالمنظار وبنحاول ننفخ هواء مشان فتح المعده وفحصه بنلاقي يعني صعوبه الاستجابه للنفخ في حالات الاورام المرتشحه في جدار المعده. التعامل مع اي ورم، نحن شفنا كتله بناخذ منها خزعات لتحديد السلامه من الخباثه وتحديد درجه التمايز النسيجي للورم. طبيب الاورام يطلب بعض الاستقصاءات التصويريه، ممكن ايكو عبر التنظير او طبق محوري شامل او رنين من اجل تحديد البنى التي غزاها الورم، وبالتالي تحديد مرحله العلاج. ممكن يبدا العلاج جراحي او يعطي علاج اشعاعي وكيميائي قبل الجراحه بهدف تصغير حجم الورم. هذا الشيء بيحدده طبيب الاورام حسب نوع الورم وحسب مرحلته. هنا عندنا آفة في جدار المعدة مغطاة بمخاطير تبدو سليمة، فعملنا إيكو عبر التنظير، حددنا أبعاد الآفة، وهي الكتلة الورمية على حساب الطبقة العضلية. تم أخذ خزعات منا بواسطة الإيكو عبر التنظير، وكانت عبارة عن جيست اللي هو جاسترو انتستينال سترومال تيومر أو ورم اللحمة، هو أحد أورام الخلايا العضلية التخصصية اسمها خلايا كاجال. هاي خلايا منظمة لعمل الخلايا العضلية، وعلاجه على سبيل الاطلاع العلاج النوعي له اسمه إيماتينيب. طبعا هيك أورام بدها عمل جراحي وبعدين بياخذوا جرعات، حجر الأساس فيها هو دواء الإيماتينيب. هون عندنا ارتشاح في جدار المعدة المعدة ما فيها نسيج لمفاوي بالوضع الطبيعي، لكن كنتيجة للإنفكشن بالهيلكوباكتر ممكن يصير فيها التهاب معدي ضموري مزمن، وهذا يتحول إلى الخباثة. والمعدة هي أشع مواقع الليمفوما بعد العقد اللمفاوي. من الشائع جدا تشخيص الليمفوما في المعدة. الليمفوما المعدي ممكن نشوفها كتلة وممكن نشوفها ارتشاح بهالشكل. وهي أهم النقاط عن أمراض المعدة. شكرا لاستماعكم وبتمنى لكم التوفيق. إذا في أسئلة تفضلوا. الله يجزيك الخير دكتور حسام. توقف تسجيل ما؟ حكيم ايه؟ بقى. حكيم لو سمحت ممكن سؤال؟ ايه تفضل. بالنسبة للقرحة، كيف فينا نحكم على قرحة بأنها زاد قعر نظيف أو غير نظيف يعني؟ وشو نستفاد من هالشيء؟ ومن وين بالضبط لازم ناخذ الخزعة؟ قعر القرحة ما ناخده بالجلسة الجاي على النزف الهضمي. إذا كان القعر هيك لونه أبيض هاي مغطاة بالفبرين، هاي نظيفة القعر يعني ما بتنزف. أما إذا كان شفنا بقعرة وعاء أو دم نافر أو خثرة، هاي بنسميها قرحة نازفة، وهيك مريض بده متابعة الاستشفاء وممكن عمل جراحي. يعني نظافة القعر هي نظافته من المظاهر النزفية بنقصد. في إلى تصنيف وفي إلى صور مفصلة بناخدها إن شاء الله. بالنسبة للخزعة تؤخذ بناخد خزعة من الحواف. تحديدا ناخد من خزعات من الحواف. خلي النزف ليوم الأحد
هلا عندكم محاضرة ومنا ما ناخد مواضيع كتير يعني بنفس الجلسة. محاضرة النزف سهل إن شاء الله. هي أمراض اليوم. السلام عليكم. حكيم ممكن سؤال؟ سلام. إيه تفضل تفضل. حكيم بعلاج كتل ممكن يكون العلاج الكيميائي أو الإشعاع الشافي نستخدم فقط لتصغير حجم الكتلة قبل الاستئصال؟ لا عم نشوف حالات عم بيكون شافي. هلا في شيء اسمه أجوفانت وفي شيء اسمه إنديو أجوفانت تاخذوهم بالأورام. هي أجوفانت بمعنى علاج مساعد. أجوفانت بعد الجراحة، أما نيو أجوفانت يعني قبل الجراحة. فممكن الجراح يشوف أني أنا بعطي علاج قبل أو بعد الجراحة. كثير أطباء الأورام بلومونا أني ما تبعت المريض على الجراحة يقص الورم وخلاص، لأن أحيانا كثير بيستفيد المريض من علاج قبل العمل الجراحي. أورام المعدة بالذات بيستفيدوا كثير على العلاج الكيميائي، ممكن يشفى بشكل كامل بدون جراحة. في إسا علاجات مناعية كمان. تمام حكيم الله يعطيك العافية. هي أمراض اليوم على فكرة نفس الأعراض، التهاب المعدة وقرحة المعدة وعسر الهضم والسرطان نفس الأعراض بالضبط. لما مريض عنده هاي العلامات المنذرة بنعمل تنظير ومنفرق بيناتهم، فما حكينا عنهم كتير تفصيل. المهم نعرف استطباب التنظير وبعد التنظير كل مرض علاجه لحال. إذا لاحظتوا المري فيه أمراض أكثر من المعدة. الله يسلمك يا رب. طيب خلصنا اليوم، ريحوا مشان المحاضرة الجاي، وإذا في أسئلة متواصل على المجموعة.